يعني تبقى حاجات obvious ولا تبقى حاجات deep inside. يعني what do you think, هقول لك ده it's a very interesting question, what do you think, ايه اللي انت شايف ان بيأثر على التاني اكتر, الاكسكيوشن او الحاجات البراكتيك اللي انت بتعملها ولا deep inside how you feel, ولا ده ممكن يتغير؟ هو how do you take things, يعني your mind كده عامل زي magnet, لو انت if you kept on thinking of problems you'll attract problems. الله ينور عليك. لو بجد يعني لو beautiful example. Thank you. Your mind is like a magnet. بالضبط كده. لو you kept on thinking of blessings you'll attract blessings. فاهم؟ فهي دي النقطة بتاعتك. يعني انت بتفكر في ايه بالضبط؟ ف يعني دايما انا ايه لما بيحصل لي ستريس او كده, طبعا انا ما اعرفش بقى اللي هو انا الكلام اللي بقوله لكم ده في الاخر بقى ايه اجي استرس انا بقى كلنا كل لا الموضوع it's part of growing, it's part of كده بيبقى في ups and downs, بيبقى في ups and downs, it's part of life. If you don't have a down you don't know what an up feels like, if you don't have an up you don't know what a down feels like. فاهم قصدي؟ فكمل. لا يعني هو لا هو فعلا دي هي فعلا الجمله اللي انا قلتها, mind is like a magnet فعلا. يعني ده دي انت هكوتك عليها. جماعه زياد قال حاجه, جماعه زياد اول امبارح قال حاجه مرعبه. لا بس بجد اتس ا بيوتيفول اكزامبل واي اجري 100%. كان في برضو بص انا معرفش ليه جات لي فتره, يعني جات لي كده فتره فيري فيري انتو سيلف امبروفمنت, فكنت بسمع واحد اسمه ايرل نايتنجيل. ايرل نايتنجيل ده ليه ريكوردينجز بالعبيط, ريكوردينجز بقى ساعه وساعتين واربع ساعات خمس ساعات بتاع. فسمعت له كليب اسمه How to Think and Attract Wealth. بيسيكلي كان بيتكلم بيقول لك ان imagine a mind as if, عارف اللي هي المكان العربيات الكبيره قوي اللي بيحفروا في الارض او بيكسروا في الارض قوي او الكلام ده. imagine your mind is that vehicle, وانت حته شخص قد كده لاي حد بيسمع الريكوردينج ده, انا ليتلي قد صباعي فوق ومتحكم في الماشين دي كلها. فهل انت هتسمح للماشين دي ان هي تمشي في طريق او ما تشتغلش صح ولا لا؟ مثال احسن كان بيكلم ان your mind is like a garden او a farming land, you have the chance, you have two choices. ممكن تزرع فاكهة او خضار او 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 ممكن تزرع سم, وقرار قرارك. السم هنا هو ان انت تزرع في دماغك او تزرع في تفكيرك الحاجة الغلط, مش بس حاجة غلط دينيا او الحاجة الغلط اللي انت تفكر سوبر نيجاتيفلي, تفكر في الوحش دايما, تبص على الوحش دايما, تبص في الشخص اللي قدامك ده غلطان في ايه او شكله مش احسن حاجة في ايه او. وعندك الشويس التاني هو ان انت تفكر فيه, لا انا افكر في يعني. وعلى فكرة في فرق كبير قوي بين انت بوزيتيف او يو ثينك اباوت ذا جود اند يور نايف. نايف اللي هو ايه, انت فشلت, انت سقطت في امتحان, لايف از جود, فاك ذات, اللي هو مش حاسس كده, سقطت في امتحان, يو شود فيل ساد, اتس اوكي, اتس اوكي تو فيل ساد. واتس نوت اوكي از تو نوت تيك يور سيلف فروم ذات بليس اند ورك فورورد.